في اليوم العالمي للاجئين، كيف هي أوضاع اللاجئين اليمنيين الهاربين من جحيم الحرب؟ ولماذا تأخرت إجراءات إعادة التوطين للكثير ممن طلبوا حقهم باللجوء؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ أهلا بكم. في المنافي بعيدا عن اليمن ثمة جرح غائر ومعاناة تكبر شخوصها، اسمها اللاجئون اليمنيون الهاربون من جحيم الحرب، الذين وجدوا أنفسهم أمام عراقيل ومصاعب حالت دون حصولهم على الأمن والاستقرار الذي يبحثون عنه. كثيرون منهم قدموا طلبات لجوئهم وهم يتوزعون في عدة دول، بمقدمتها الأردن، ماليزيا ومصر وجيبوتي، وهم ينتظرون بدء خطوات جادة من مكاتب المفوضية شؤون اللاجئين ووضع حلول لمعاناتهم وتحريك ملفاتهم الموقوفة لأكثر من 4 سنوات. في ماليزيا، وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين، نفذ طالبو لجوء يمنيون وقفة احتجاجية لإيصال معاناتهم إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف فيليبو غراندي. طلبوا بوضع حد لمعاناتهم بإدراجهم في برنامج إعادة التوطين والحصول على حقوق التعليم والعمل والتأمين الصحي. وفي هذا المساء نسلط الضوء على ملف طالبي اللاجئين اليمنيين. نتساءل، هل تأخر الاعتراف باليمن كبلد منكوب ليعامل طالبو اللجوء اليمنيين كغيرهم في العالم؟ ونتساءل أيضا عن دور ومسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين تجاه هذه المعاناة. اليوم العالمي للاجئين يوم اقتحم حياة اليمنيين بعد أن كان خارج تقويمهم السنوي. في 20 من يونيو حزيران كل عام يتذكر العالم اللاجئين، وهي محطة توقف للتعريف بمعاناة ومأساة لم تكن اليمن جزءا منها حتى وقت قريب، إلا أن أكثر من 4 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي أدخلت اليمنيين في كل الحسابات السيئة. هربوا من جحيم الحرب وكل ما نتج عنها من مآس في وطنهم لتعترضهم مشاكل الإقامة والعمل والتعليم ومعيقات أخرى كثيرة تحول دون استقرارهم وإعادة توطينهم في الأوطان البديلة، فيما لا يزال المئات من طالبي اللجوء لدى مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين يعيشون حياة متعثرة ومستقبلا مجهولا. لا صحة لا تعليم، مهمشين، لا جوازات، لا إقامات، لا أي شيء، وهو سبب مكتب اليون، هذا الذي خدعنا مكتب اليون. أكثر من 10,000 لاجئ يمني في الأردن، و8,000 لاجئ في مصر، ومثلهم في ماليزيا، وآلاف آخرون في دول أخرى يعلقون آمالهم، ينتظرون ل4 سنوات تحريك ملفاتهم وإعادة توطينهم وتقرير مصيرهم. لا يمتلك طالبو اللجوء في الأردن الحق في الحصول على إقامة مؤقتة أو سنوية ولا يستطيعون التنقل. وفي ماليزيا تتضاعف معاناتهم بالحرمان من مزاولة العمل، ومن يعمل بلا تصريح يكون عرضة للاعتقال. حياة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل إلا من بعض أهل الخير والمبادرات الإنسانية النادرة. لا طعام صحي، نأكل أكل من درجة رابعة. إيش معنى درجة رابعة؟ الذي تشتريه من الجائنات، من السن الحق الجائن، أبو رنجتين وأبو رنجت، ما نقدرش نشتري الأكل الصحي، ما بناكل أكل صحي. يكبر أطفال اليمن في مناطق اللجوء بعيدين عن المدارس التي لا يحق لهم التعليم فيها، إما بسبب قوانين البلد أو لعدم وجود برامج تعليم مجاني لليمنيين ومنح تعليمية كغيرهم من لاجئي العالم. يطالب مقدمو اللجوء اليمنيون بالاعتراف بالملف اليمني والتعامل مع اليمن كبلد منكوب ومنحهم حقوقهم كغيرهم من لاجئي البلدان الأخرى، بما يتوافق مع قوانين ولوائح الأمم المتحدة، وإعادة النظر في توطينهم في البلدان المتاحة لتنتهي متاهة البحث عن الكرامة والاستقرار. مجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو، السيدة كوكب الذبياني رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن. أهلا بك سيدة كوكب. شكرا لك. حياكم الله. إذن في اليوم العالمي للاجئين، مناسبة يحتفي بها العالم في 20 من يونيو كل عام من أجل التعريف بقضايا اللاجئين،
تبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات. حدثينا عن اللاجئين اليمنيين، أين هم اليوم؟ ما هي معاناتهم؟ طبعا العالم بأكمله مركز على اليمن كأكبر كارثة إنسانية في العالم الآن، لكنه لا يعلم أن الكارثة هذه لها أبعاد أخرى خارج النطاق الجغرافي للبلد نفسه. اليمنيين في الخارج كما نستطيع أن نقول يعانون صعوبة كثيرة، حتى منهم المهاجرين، لكن لأننا اليوم في سياق التحدث عن اليمنيين اللاجئين، فالمهاجرين اليمنيين في اللاجئين في اليمنيين في الخارج ممكن نستطيع تقسيمهم إلى ثلاث فئات: اللاجئين بشكل عام الذين ينضوون تحت اتفاقية 1951، والمنفيون الذين غادروا البلد وعاشوا في بلدان بشكل مؤقت، وأيضا ملتمسي اللجوء الذين تم تسجيلهم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بشكل عام هناك وضع مربك لليمنيين في الخارج، لكن ما نحاول نقوم به والعديد من الزملاء، فمثلا نحن في شبكة نساء من أجل اليمن نحن نعمل من أجل السلام المستدام، ونرى أنه الصراع، أن النزوح سواء الداخلي أو الخارجي، هو أحد مظاهر انعدام السلام الدائم. فبالتالي لابد من أن نركز على قضية اللاجئين اليمنيين في الخارج أيضا، لأنها هي مؤشر لعدم وجود استقرار داخلي أيضا واستقرار خارجي. يعني السلام أصبح الآن منعدم حتى خارجيا، فنحن العالم كله يوجد مشكلة الآن عالمية في مسألة النزوح، النزوح الخارجي أو الداخلي بشكل عام. المفوضية اليوم في التقرير لها أصدرته يعني أرقام مهولة، 70 مليون شخص نازح خارجيا من كافة أنحاء العالم، والرقم هذا يعتبر من 70 سنة لأول مرة يكون يعني موجود بهذا القوة وبهذا الكثافة. الآن كل ثانيتين في شخص نازح يكون موجود في هذا العالم الآن، بالتالي في هناك مشكلة كبيرة. هناك تسليط الضوء على بعض مثلا الجنسيات، مثلا مثل السوريين، الأفغانيين وإلى آخرهم الذين ينزحون إلى الخارج بالملايين، لكن نحن نريد من خلال شبكة نساء من أجل اليمن وأيضا مع الشركاء الموجودين معنا في بعض الدول العربية، نحاول أن نجر قضية اليمنيين أو نسلط الضوء قضية اليمنيين، نخرجها من المربع المجهول ونضعها إلى الأقل إلى مربع الاعتراف بأن هناك مشكلة إنسانية أيضا لليمنيين الذين في الخارج، ومعاملتهم أيضا معاملة اللاجئين الموجودين كبقية الجنسيات الأخرى. مع طبعا نحن نقول يعني أن الجميع مستحقون معاملة جيدة وجميع ويجب أن تعطى لهم جميع الحقوق، لكن اليمنيين الآن مغفلون وفي إهمال موجود لقضيتهم. طيب عندما نتحدث عن الإغفال، ما هي مظاهر هذا الإغفال؟ عندما يعني مثلا نحن نقوم بحملة في شبكة نساء من أجل اليمن ونقوم بتسليط الضوء على قضية اللاجئين اليمنيين، نحن نقوم بعمل تقرير، وجدنا أحد الصعوبات التي نجدها عدم وجود مصادر، فهناك فجوة في وجود المصادر التي تتحدث عن وضع اللاجئين اليمنيين. ذكورهم هو ذكور اللاجئين اليمنيين في التقارير الدولية ذكر متواضع فقط، يعني أرقام لا يذكر ما هي أين هم متركزين، ما هي مشاكلهم، ماذا يواجهون. ولذلك تجد الآن اليمنيين في ماليزيا قاموا بالمظاهرات يحاولون أن يعني العالم يعني اللاجئين في الدول الأخرى يتحدثون عن حقوقهم. اليمنيين لم يصلوا إلى هذا المربع بعد، يعني لا زالوا طالبين، يعني لا زالوا يريدون أن يكونوا تحت الضوء، يريدون أن يصلوا إلى هذه المرحلة. يعني الآن نتحدث عن تتحدث أرقام ربما أنتم تشرفون على إعدادها أيضا أو على جمعها، عن 10,000 لاجئ يمني في الأردن، 8,000 في مصر، 8,000 في ماليزيا، هم مقدمون أو ملتمسي لجوء الآن. هذا بشكل العام الملتمسي اللجوء، وهذه الأرقام أخذناها بالشراكة مع منظمة وجود في مصر والمنظمة واللجنة الوطنية في ماليزيا، ونحاول يعني بجهود شخصية الحصول على هذه المعلومات، ونريد أن نعرف مثلا كم نريد أن نجد نحصل على
تقسيم مرتب لفئة اللاجئين الموجودين الآن، لأنه كما أسلفت لك بالذكر أن هناك تقسيم تراتبي لفكرة اللاجئ اليمني أصلا بشكل عام. لكن بشكل عام في ذكر اليمنيين فقط كأرقام في تقرير المفوضية اللاجئية الذي ظهر بمناسبة اليوم العالمي للجوء، أنه يوجد 31 ألف لاجئ، تقريبا 31 ألف لاجئ يمني، ويوجد 36 ألف لاجئ يمني عالق إلى الآن. طبعا الأرقام قليلة مقارنة بالأرقام الأخرى، لكن هناك أبعاد أخرى يجب أن ننظر إليها، بأنه اليمنيين النزوح الداخلي يوجد 2.2 مليون نازح داخلي. اليمن السابع أكبر دولة في النزوح الداخلي في العالم. هذا إذا اليمن قد لا تكون محظوظة جغرافيا بوجودها في إقليم بعض الدول غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، وكذلك ليس من السهولة من مكان السفر إلى بعض الدول الأوروبية من بسبب الموقع الجغرافي بسهولة، أو السفر إلى بعض الدول، فقط تبقى الدول مثل جيبوتي الصومال، وهذه الدول يعني بالأساس اليمن هي أساسا أيضا هناك الكثير من المواطنين يعني اليمن واحدة حتى في التقرير المفوضية، اليمن لازالت من الدول التي تستقبل اللاجئين الصوماليين يعني. فبالتالي هذه الخروج العدد القليل هذا معنى بأنهم هم ناجين يحاولون الخروج بحياتهم، يحاولون الفرار من الصراع، وقد ربما إلى حجم المعاناة يعني في نهاية المطاف. طيب سنتحدث أكثر عن يعني طبيعة هذا التوزيع الجغرافي وطبيعة المعاناة، لكن دعينا نشترك معنا في الحوار مسؤول العلاقات والمتحدث في مبادرة تجمع وجود للاجئين السيد عمار ياسر بابريك من القاهرة. رحب بك سيد عمار. إذن نتحدث اليوم عن نزوح الكثير الملايين من اليمنيين داخليا وخارجيا أيضا بسبب الحرب. نتحدث أيضا في إطار اليوم العالمي للاجئين، كيف هي أوضاع اللاجئين من حيث من منظورك؟ أولا أحب أشكر القناة على استضافتكم لنا وتسليط الضوء على قضية اللاجئين اليمنيين، ونتمنى من الجميع كمان تسليط الضوء يوميا مش فقط في المناسبات. أولا قضية اللاجئين في مصر معقدة، يعني من ساعة أول ما يدخل مقدم اللجوء في تقديم لجوء في اليو إن يدخل في تفضل سيدنا أسمعك بشكل واضح. ألو. تفضل. أول ما ينزح اللاجئ ويأتي إلى مصر ويقدم اللجوء لليو إن ويتم دخولها في المعالجة الطلب، يتم الرد عليه بأنه ملتمس لجوء وليمكن دراسة طلبه بسبب غلق الملف اليمني. فهذا سبب استفهام كبير للمجتمع اليمني واللاجئين اليمنيين في مصر تحديدا. طيب عندما نتحدث عن هذه المسألة، وأنا أسألك هنا سيدة كوكب، يعني ما هو حجم التعاطي أو كيفية التعاطي مع تقديم الطلبات من قبل مقدمي اللجوء اليمنيين؟ نحن نتحدث الآن عن تواجد في ماليزيا، ماليزيا بنفسها غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، الأردن أيضا ربما كذلك، لكن اليمنيين متواجدين هناك، هم يطلبون لجوء في أماكن أخرى عبر المفوضية، أليس كذلك؟ كيف هو التعامل معهم؟ مثل ما ذكرت لك واضح أن هناك مشكلة عالمية، وهذه هي مشكلة اليمن الآن. يوجد مثلا أطلقت المفوضية السامية الآن نداء بما يشبه نداء الاستغاثة، أنه يوجد الآن 70 مليون نازح خارجيا يعني بمختلف الفئات الموجودة، وبالتالي هناك وتطلب من العالم التضامن. لو نظرنا إلى الخلف ورأينا في اتفاقية 1951، هي تمت جاءت بعد الحرب العالمية الثانية.
أعتقد أن نحن الآن في أزمة أصلاً بوجود ضعف في السياسات الدولية وعدم التعاطي بشكل جيد مع قضية اللجوء وقدم هذه السياسات وعدم تعاطيها مع المتغيرات الحالية. فنحن اليمنيين نحن نحاول أن نظهر نبرز مشكلتنا في وجود ملايين النازحين يعني في خضم هذا الضغط الموجود. لا نستطيع الآن أن نتكهن بأن هناك إهمال متعمد من المفوضية، لكن ما نستطيع أن نقول ونطالبهم ونسائلهم هو أيضا تسليط الضوء على اليمن خارجيا أيضا مثلما يتم تسليط الضوء عليها داخليا، وذكر جميع الأرقام التنموية المعنية بهذا يجب أيضا وتوضيحها لأنها أيضا جزء من المشكلة. يعني لن يكون اليمني في الخارج يعني يجد نفسه اليمني في الداخل يعاني من الفقر، ويجد نفسه أيضا اللاجئ اليمني في الخارج يعاني أيضا من الفقر وعدم قدرته على الحصول على لقمة العيش وأولاده من دون، فهو يعاني حرب في الداخل وأيضا إذا خرج يعاني حرب في الخارج. طيب هذا يدفعني للتساؤل إلى وأنقل هذا التساؤل إلى السيد عمار ياسر. الآن عندما يريد اليمني تقديم طلب لجوء، كيف هي معاملة تقديم هذا الطلب؟ ما الذي عليه فعله؟ يعني إذا ما شرحت لنا بطريقة مختصرة حتى نصل إلى نقطة الإشكال التي نتحدث عنها في جوهرها اليوم. أولا يتم أخذ موعد من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبعدها خلال أسبوعين أو شهر يتم عمل مقابلة مع اللاجئ أو ملتمس اللجوء، يقوم فيها في تعبئة الأوراق المطلوبة وطرح قضيته. ولكن أحيانا في الآونة الأخيرة 90% من ملتمسي اللجوء لا يتم سؤالهم عن قضيتهم أو عن الأسباب الذي جعلتهم لتقديم اللجوء، فقط يأخذون الأوراق منهم ويعطوهم الكرت الأصفر مباشرة من غير أي سؤال. وما هي محتويات هذا الكرت الأصفر؟ كرت الأصفر يحميك فقط من الترحيل، ويعطيك يعني هناك بعض الأسر وبعض الحالات يتم منحهم بعض المساعدات وبعض يعني السماح لهم يعني في الدراسة وكذا، بس مش كل الأسر، في حالات معينة لا أحد يعلم ما هذه الحالات اللي يتم إعطاهم جميع المساعدات، وكمان يتم منح الإقامة لمدة 6 شهور لملتمس اللجوء، وبالنسبة لمن يتم قبوله كلاجئ يتم منحه إقامة لمدة 3 شهور ودخولها في عدد توطين، وهذا طبعا لا ينطبق لليمنيين. لماذا؟ هل هناك معلومات توضح سبب عدم يعني التعامل مع اليمنيين بهذا الشكل أو يعني تحرك منه في عدد التوطين؟ عند سؤالنا مباشرة لمفوضية أمم المتحدة في مصر وبعض الزملاء الذين قدموا في المفوضية يتم الرد بأن الملف مغلق لأسباب حساسة، لا أحد يعلم ما هذه الأسباب. الملف مغلق لأسباب حساسة؟ نعم. طيب في سياق الحديث عن الوضع في مصر، هل هناك أرقام من خلال منظمتكم سيد عمار تعطينا إياها بخصوص عدد مقدمي اللجوء هناك، عدد المتواجدين من اليمنيين أيضا في مصر؟ عدد اللاجئين اليمنيين في مصر التي تم إحصائها من قبل مفوضية اللاجئين في عام 2018 كانت 8000 لاجئ، وحتى الآن في استمرار. هؤلاء حصلوا على حق اللجوء أم لازالوا يعني مقدمين لهذا الحق أو ملتمسين؟ يعتبر 98% منهم ملتمس لجوء، واللي حاصلين على صفة لاجئ قليلين جدا، والذين يمتلكون صفة لاجئ لا يحق لهم إعادة التوطين. نحن نعلم أو لدينا معرفة ببعض الأشخاص من لديهم صفة لاجئ في لائحة الانتظار لمدة 3 سنوات و5 سنوات حين يقدمون مع بقية الجنسيات عند فتح أبواب التوطين يتم الرد عليهم إن الملف اليمني مغلق حاليا ولا نستطيع إدراجكم في لائحة الأسماء لهذه السنة في إعادة التوطين.
أشكرك سيد عمار ياسر بابريك، مسؤول العلاقات والمتحدث في مبادرة تجمع وجود للاجئين، كنت معنا بالهاتف من مصر. بعودة إليك سيدة كوكب، في سياق الحديث عن الدور لمتابعة أوضاع اللاجئين، ليس هناك الكثير ممن يتحدث بهذا الملف. أنتم في شبكة نساء من أجل اليمن، ما هي الخطوات التي تقومون فيها بهذا السياق؟ طبعاً كعملنا في السلام، احنا خصصنا ملف خاص باللاجئين، لان مثل ما اسلفت سابقا بانه نرى انه اللجوء هو ظاهره من مظاهر النزاع، وظاهره تبين عدم وجود سلام مستدام في اي مجتمع سواء داخليا او عالميا يعني. فبالتالي تركيزنا على اللجوء هو ايضا من مساعي تحقيق السلام في اي بلد او بشكل عام. نحن نقوم بالعمل بالحديث عن هذا الملف بشكل عام، وبدأنا نحاول بالشراكة مع الزملاء والمنظمات في مصر وفي ماليزيا، وعملنا ونقوم الآن بحملة لمدة 3 أيام نحاول فقط المناصرة، ومثل ما ذكرت أولا نحاول أن نحرك قضية اللاجئين من المربع الأعمى مثل ما ممكن نذكر، قضية لا يعرف بها أحد، إلى حتى تصبح تحت الضوء، وحتى مثل هذه الأصوات عندما يجدون أنفسهم مغلقة أمامهم الأبواب على الأقل يسمع عنهم العالم. نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة حتى نستطيع أولا، يعني نحن في مرحلة تغيير السياسات الدولية الخاصة باليمن، في السياسة الدولية الخاصة باللاجئين، لم نستطع أن نذهب أبعد من ذلك، ولازلنا في الآن في صدد بتحريك هذا الملف، وحتى يصبح اللاجئ اليمني أيضا ينظر إليه كلاجئ، ونبدأ بعد ذلك رحلة أخرى للعمل على تخفيف أوضاعه والنظر إلى التحديات التي يواجهها. سنقوم بإصدار تقرير في اليوم الثالث من الحملة، وسنتحدث فيه عن هذه التحديات، وهذه محاولة منا لأن نملأ الفراغ الموجود في المصادر. هل هناك ما بنيتم، يعني هذه نقطة كنت سأسأل عنها، هل هناك ما بنيتم عليه يعني من دراسات سابقة، من معلومات سابقة، هل هناك ما تم البناء عليه؟ لا يوجد مثل ما قلت لك أحد المشاكل البحثية التي وجدناها في التقرير هذا، لكن هي محاولة ابتدائية، تقرير صغير مثل ما تقول، لكنه احنا قمنا بالشراكة مع مجتمع وجود، وبالشراكة مع اللجنة التطوعية في ماليزيا لحماية اللاجئين اليمنيين، وقمنا بعمل حتى نبدأ بإخراج، نضع له رؤية بحثية، رؤية مرجعية، حتى نستطيع أن نبني عليها حديثنا بعد ذلك، ونستطيع أن نقول للعالم أنا منظروا هناك مشكلة أيضا، وأنتوا تتحدثون عنها أصلا داخليا، فيبد أن تعرفوا أن هذه المشكلة لها أفرع في الخارج ولها تجليات أيضا ومعاناة. طيب دعينا نشك معنا في الحوار أيضا أحد شركائكم في اللجنة التطوعية للدفاع عن اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، سيد وليد الفقيه الذي ينضم لنا عبر الهاتف من كوالالمبور. أرحب بك سيد الفقيه، يعني في سياق الحديث عن اليوم العالمي للاجئين وهذه الجهود لتسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء اليمنيين في الخارج، كانت لكم وقفة أمام مكتب المفوضية العامة العليا لشؤون اللاجئين في كوالالمبور، حدثنا عنها بشكل أكبر. أهلا وسهلا أستاذ وجيه السمان، وشكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفتك الكريمة الأخت كوكب الذيباني رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن، والأخ عمار ياسر مدير العلاقات في مبادرة جود في مصر للاجئين. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية، هي نحن قد سبق لي حديث من قبل في قناتكم الموقرة حول موضوع اللاجئين، والآن هو التكملة. الوقفة الاحتجاجية لم تكن وليدة لحظة أو فكرة طارئة، الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة ضغوط وتوارثت عليها سنوات. يعني اللاجئ اليمني منذ أن دخل إلى ماليزيا من عام 2008 و9 إلى اليوم لم يحدد للاجئ اليمني مصير، لم يحدد هل هو لاجئ أو غير لاجئ. كلما يعني ذهبنا إليهم وسألناهم حتى آخر لحظة قبل أسبوعين وردتنا رسالة بأن اللاجئ اليمني، بجميع اللاجئين اليمني، ملفاتهم في RSD كما ذكرت من سابقا. طبعا نحن اتجهنا إلى مكتب محامي قانوني ماليزي وفتحنا عليه موضوع نحن مظلومين
وليس لنا أي حق في هذا المكتبة المفوضية. لا نعرف هل نحن لاجئين، هل لا معنا يعني إعادة توطين، ولا معنا تأمين صحي، وليس لدينا تعليم لأبنائنا أطفال اللاجئين اليمنيين، وليس لدينا تصاريح عمل بأمان. فالمحامي تواصل بصفة ودية مع المفوضية ولكنهم ما طلوه وأهملوه، ثم نحن صعدنا إلى الوكالة الاحتجاجية. طبعا ذهبنا للسلطة المرجعية، لا نريد أن نخالف القانون ولا نريد أن نكون من يسيء لمن أكرمونا أو لمن استقبلونا في بلدهم. فحصلنا على ترخيص وعملنا وقفتنا، ليست وقفتنا من أجل أنه نبلغ المكتب هذا أنه إحنا بس وصلنا لعندكم. وقفتنا هي رسالة خاصة من اللاجئين اليمنيين بشكل عام والمتضررين على وجه الخصوص من لجوء لا هم في أرض ولا في سماء. رسالتنا رفعناها إلى السيد فليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. نريد منه حل، ما نريد وعود أخرى ولا نريد مماطلات. نحن ضحية لصراعات نحن لا نقتل لنا فيها ولا جمل. هذا هو مختصر حديثنا والحمد لله. وما هي الخطوة التالية سيد؟ نعم، في هذا السياق ما هي الخطوة التالية الآن بعد هذه الوقفة الاحتجاجية؟ طبعا تلقينا وعد من نائبة المفوض السامي هنا في مكتب ماليزيا بأنها ستبذل جهدها بإيصال رسالتنا الذي هي بيان اللجنة التطوعية للدفاع عن حقوق اللاجئين والتي تبنت الوقفة الاحتجاجية وتبنت أيضا الدفاع عن حقوق اللاجئين المظلومين. وعدتنا بأنها بعد أسبوع سيتم هناك يعني مقابلة للجنة و الاستماع لحل ماذا سيكون الرد. فنحن طبعا في توصيتنا الأخيرة لهم أنه ليست هذه الوقفة الأولى وليست هذه النهائية، هذه الوقفة هي عبارة عن بداية رسالة، يعني بداية حرف ألف. نحن مستمرون في الدفاع عن قضايا اللاجئين حتى أن نصل إلى حقوقنا. طيب في هذا السياق نعم سيد وليد، يعني في سياق الحديث عن اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء في ماليزيا، نحن نتحدث عن هل لديكم أرقام فيما يتعلق بأعداد مقدمي طلبات اللجوء هناك الموجودين في ماليزيا؟ طبعا التقرير الذي حصلت عليه أمس آخر تقرير أنه حطوا تقرير شامل لعدة دول، 23 ألف لاجئ غير العدد الكبير، العدد الصغيرة هذه من ضمنها مكتوبة باكستان واليمن والعراق والصومال والسودان. فتحديدا اليمنيين كم عددهم؟ بالمقابلة السابقة كان يعني التقرير الذي لدي أنه 7000 لاجئ يمني. إذا قلنا 7000 لاجئ معناته أنه معترفين فينا أن احنا لاجئين، لكن عندما جابوا لنا رسالة مؤخرا ويقولوا أنه لا زال اليمنيين في الـ RSD معناته ينكروا أن احنا لاجئين، ليس يعني مبهمة، يعني ما حددوش بالضبط هل عددنا 7000 لاجئين، هل عددنا 7000 هذا المنتظرين اللجوء. فالعدد الذي وصل إليه هو 7000. تحدث سيد وليد الفقيه عن أن هناك من قدم طلبات لجوء من سنة 2008 أو 2009، هل هناك من فكر من هؤلاء بالعودة مثلا إلى اليمن؟ هل فكر بذلك؟ معظم العوائل التي واجهت هنا يعني صعوبة في الإقامة وصعوبة في العمل وفي صعوبة في المعيشة قررت العودة وتنازلت. أيضا شباب قبل فترة لهم من 5-6 سنوات في ماليزيا لم يحصلوا على حظ وافر في الحياة فراحوا للأمم المتحدة تنازلوا عن اللجوء وذهبوا إلى اليمن لأنه صبر انتهى، يعني وصل إلى مرحلة الطريق مسدود أمامه. الله المستعان. أشكرك رئيس لجنة التطوعية للدفاع عن اللاجئين اليمنيين في ماليزيا السيد وليد الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من هناك من كوالالمبور. بالعودة إليك أستاذة كوكب، في سياق الحديث يعني هناك من ينتظر أعواما، أيضا بعض الأخبار تحدثت عن وفاة ناس وهم يعني لا زالوا في سياق الأمل بالحصول على قبول اللجوء. هذه المعاناة تبدو أنها كبيرة، برأيك هل من يعني بوادر لإنفراج أو ما شابه؟ أعتقد أن مثلا مثل ما حصل اليوم مثلا
الوقفة التي قام بها الزملاء في ماليزيا، وكذلك تجمعنا مثلا أن نعمل مثلا كمنظمات، نبدأ نتعامل كمنظمات مجتمع مدني وحركات مدنية، أن نجتمع مع يعني مع بعضنا البعض ونبدأ نوصل صوتنا للخارج. يعني كما تعرف أي قضية عادلة هي يجب أن ترى النور في الأخير، واليمن هي قضية عادلة أساسا، يعني حتى فاليمني يعانون في الداخل وفي الخارج، هي مسألة وقت فقط. ونريد فقط أن نحاول، أن الأصعب نحن الآن نحاول أن نغير السياسات الدولية الخاصة باللجوء لكي تدخل اليمن تحت مظلتها وترى لمعاناتهم أيضا. يعني نحن نجدهم لا يرون اليمنيين بالعين المجردة واللاجئين اليمنيين، نحن نريد أن ينظروا إليهم، نريد منهم طلبات واضحة، أن مثلما طلبوا التضامن مع اللاجئين نحن أيضا نطلب التضامن مع اللاجئين اليمنيين، ونطلب أيضا أن ينظر في إعادة التوطين. ولكن أيضا نريد يعني نجد أن هناك لابد من إيجاد بيئة صديقة في بلدان العبور، لأنه يعني مثلا نتحدث عن ماليزيا مثلا بالضبط، لأنه حتى لم يكن توكل موقعة، لكن لابد أن يكون هناك حد أدنى من التعامل بالإنسانية مع اللاجئين اليمنيين أو اليمنيين اللي في الخارج بشكل عام. يعني يجب التعامل، أعطائهم الأساسيات في الحياة. العالم يعني هناك دراسات كثيرة تثبت عند حضور اللاجئين في أي بلد يكون هناك ازدهار اقتصادي وانتعاش اجتماعي. أعتقد أن الحساسية المفروضة ضد اللاجئين بشكل عام هي تأتي في إطار سياسي، لكن لو حاولنا نحن أن نقوم بتغيير هذه النظرة ضد اللاجئين ونحاول أن نغير هذه السياسات، وكذلك أن لا نغيرها فقط على الطرف الأخير أو النتيجة النهائية واللي هي إعادة التوطين، هناك في خطوات أخرى حتى نحسن أو نخفف العبء على مقدمين اللجوء، خصوصا مع الضغط الموجود الحالي. لابد أن يكون هناك أيضا عمل مع دول العبور مثل ما نريد نستطيع تسميتها، وهي الدول التي الدول التي يقف فيها ملتمسي اللجوء مؤقتا أو اللاجئين مؤقتا كي تتم طلباتهم. دول في بعض كثير من الأحيان، وهذا التقرير ذكره وأيضا الزملاء يعرفونه، كثير من الملتمسي اللجوء عند عدم حصولهم على بطاقة اللاجئين التي تعطى لهم غالبا في هذا الصدد يتم اعتقالهم ويتم يعتبر وجودهم غير قانوني. يعني فهم يحاربون الآن حياة في ظل حياة غير قانونية، نحن نريد تغيير حتى هذا الواقع. فيها الكثير من الصعوبات. فيها الكثير من الصعوبات. يعني لماذا لا تتم يعني إعطائهم حتى الكثير من التسهيلات حتى يستطيعون المقاومة ومساعدتهم حتى تصل ملفاتهم للنور؟ دعنا نسمع في هذا السياق أو في هذا الصدد تجربة إحدى من خاض هذه التجربة، الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان سيدة هالة العولقي التي تنضم لنا عبر الهاتف من تورينو في إيطاليا. سيدة هالة، يعني حسب ما فهمت أن لديك تجربة بما يتعلق بالحديث عن اللاجئين، ونحن يعني الآن في سياق الحديث عن اليوم العالمي للاجئين، ما الذي يمكن أن تقوليه بهذا الصدد؟ مساء الخير أولا، شكرا جزيلا على الاستضافة. بالنسبة للمؤتمر اليوم أنا دعيت له كمتحدثة رسمية صاحبة تجربة، وسلطت الضوء، استغلتها فرصة لتسليط الضوء على ملف اللاجئين اليمنيين الذي جمد من فترة طويلة يعني جدا من بداية الحرب ونحن نعاني سيدة هلا فقط للتوضيح فقط. تتحدثين عن مؤتمر، ما طبيعة هذا المؤتمر؟ طبيعة المؤتمر هو طبعا احتفاء باليوم العالمي للاجئين، وكان محاولة يعني دعم اللاجئين المتواجدين في إيطاليا، ومحاولة توضيح الصورة للسياسيين الذين يدعون لعدم استضافة اللاجئين أو إقفال أبواب استقبال اللاجئين في إيطاليا في وجوه طالبي اللجوء، بأن اللاجئين يمكن أن يكونوا قوى يعني بديلة عن الهجرة الداخلية للشباب المتواجدين، الشباب الإيطاليين الذين ينتقلون من مناطقهم خصوصا في الجنوب، ومحاولة تحسين صورة اللاجئ عند السياسيين. وهذا المؤتمر كان بمثابة تحدث من اللاجئ نفسه، لم يكن هناك
ناس يتحدثون باسم اللاجئين. كان اللاجئين حاضرين للتحدث عن أنفسهم، للتحدث عن معاناتهم. حضرتك قدمت تجربة شخصية إذن؟ قدمت تجربة شخصية باسمي كمدافع عن حقوق الإنسان وصحفية يمنية، ولكني كنت حاملة ملف اللاجئين اليمنيين على عاتقي. فكان كل همي بأن أوضح العديد من النقاط. أولا بأن اليمنيين هم يعني لولا الحرب يعني مستحيل كانوا طرقوا أبواب طلبات اللجوء. معروف عن اليمنيين بأنهم يمنيين قادرين على السفر والسياحة، وأغلب اليمنيين كانوا يسافروا للتجارة، لكن الحرب هي من استدعت خروجهم من البلد. لذلك قلت بأن إذا لم تساهموا في بناء السلام مثلما ساهم المجتمع الدولي في هدم النسيج الاجتماعي اليمني وتأجيج الصراع في اليمن، إذن فعلى المجتمع الدولي أن يفتح أبوابه لقبول طلبات اليمنيين الراغبين في تقديم طلبات لجوء، وليس كل اليمنيين. لأنه أنت لما تجي تسأل اليمني يقول لك أنا ما بطلع من أرضي، لكن في حالات خاصة تستدعي خروجها من اليمن. في حالات طالبين لجوء سياسي يعني مضطرين أنهم يطلعوا من اليمن. إذن لماذا يغض البصر عن هذه الطلبات؟ هناك العديد من اليمنيين لجأوا للعديد من الدول، منهم في اليونان، منهم وصلوا اليمنيين إلى كوريا ويتم قبول طلباتهم، لكن لا تقدم لهم أي خدمات أو أي وسائل دعم، لا صحية ولا تعليمية. هناك العديد من اللاجئين الشباب، يعني قوة شبابية في كوريا، لم يتم النظر إلى ملفاتها ولم يتم تقديم أي دعم لهم، لا صحيا ولا تعليميا ولا حتى إدماج ثقافي. فأيضا تطرقت لنقطة اليمنيين المتواجدين في القاهرة. هناك 8000 لاجئ قدموا طلبات لجوء وحصلوا على الكروت الزرقاء والصفراء. هذه الكروت تؤهلهم للحصول على مساعدات إنسانية، طبية، اجتماعية، محاولة دمج في التعليم، خدمات تعليمية، لكن طفيفة جدا، حتى حالات خاصة جدا من تحصل على هذه الخدمات. تطرقت أيضا وقلت أن هناك العديد من الدول أقفلت أبوابها بوجوه اليمنيين، بينما كانت اليمن فاتحة أبوابها للاجئين من القرن الأفريقي على مصراعيه. كان مفتوح باب اليمن على مصراعيه لكل الدول. يعني هل ترين أن يعني تطرقت هنا السيدة كوكب الذبياني عن مسألة وجود الجغرافيا اليمنية، يعني في نهاية المطاف اليمن موجودة محاطة بالبحر ومحاطة أيضا بدول الآن هي غير موقعة على اتفاقية اللاجئين. نتحدث الآن عن السعودية، سلطنة عمان، ربما أيضا دول مجاورة مثل أو أقرب قريبة مثل الإمارات، قطر والكويت حتى. هذه إلى أي مدى بحسب ما متابعتك أثرت أيضا على تفاقم هذه المعاناة وعدم سماع الناس بهذه الصعوبات والعراقيل؟ للأسف الشديد أنا يعني أيضا هذه النقطة كانت بالنسبة لي جدا مهمة، وطالبت بتحييد ملف اللاجئين اليمنيين عن السياسة. فنحن نعلم بأن اليمن الآن واقع تحت حرب فيها قوى خارجية وقوى عربية كبرى بالتحالف، قوى التحالف العربي. لكن للأسف الشديد هذه الدول التي تشن الحرب على اليمن أقفلت أبوابها على اليمنيين، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل للأسف الشديد السعودية قامت بترحيل العديد من المغتربين اليمنيين، مما شكل عبء اقتصادي وعبء اجتماعي على اليمنيين في الداخل. يعني هم ليسوا موقعين على اتفاقيات اللجوء مع المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين، نعم، ولكن أين حق المجورة؟ إذا لم يستطيعوا فتح أبوابهم لليمنيين، إذن لابد من مساهمة المجتمع الدولي ودول الخليج وكل القائمين والفاعلين الدوليين على بناء السلام في اليمن.
أما استمرارية تأجيج الحرب وتأجيج الصراع الداخلي وفتح جبهات قتال بين الحين والآخر، هذا لن يزيد اليمنيين إلا عناء، ولا بد ساعتها من الأبواب أن تفتح أمام اليمنيين لمن يرغبون في تقديم طلبات اللجوء. نحن كنا نستقبل اللاجئين من إثيوبيا، واليوم إثيوبيا تطلب منا الفيزا. الكثير من الدول أقفلت أبوابها أمام اليمنيين والآن تطلب الفيزا. الجواز اليمني لم يعد يعني له قيمة، وهنا أوجه رسالتي للحكومة الشرعية والسياسيين الذين لم يلتفتوا أبدا لحقوق اللاجئين اليمنيين، ولم يلتفتوا حتى لرعاياهم في الدول التي لجوا إليها. روح اسأل وزير شؤون المغتربين أو أي سفارة من السفارات التي لجأ إليها اليمنيين، لم يتكلف أحدهم حتى بالسؤال. وبطبيعة الحال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول دور الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالمعاناة اليمنيين الآن. أشكرك جزيل الشكر الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان سيدة هالة العولقي، كنت معنا عبر الهاتف من تورينو. بالعودة إليك سيدة كوكب، في ملف اللجوء ربما من الصعب أن نتوقع تحركا من قبل الحكومة اليمنية، لأن يعني طبيعة طلب اللجوء هو مختلف يعني في هذا السياق، لكن فيما يتعلق ب العراقيل والمصاعب والتحديات والاحتياجات التي يتطلبها اللاجئين، هناك نقاط من خلال يعني مسودة الورقة التي تقومون بإعدادها، مسألة الدعم النفسي، مسألة التعليم وحق الحصول على التعليم أيضا ورعاية الأطفال. هذه المسائل يعني الآن الناس يريدون الحياة، فهذه المسائل قد يراها البعض أيضا متقدمة أو يعني طلبات رفاهية قد يراها البعض، كيف تجدينها؟ حتى في اليمن يعني هم أيضا يحاولون أيضا تعليم أطفالهم، يريدون الحصول على عمل. اللاجئين أيضا الذي الملتمسي اللجوء الذي تحدث عنهم التقرير، إحنا تحدثنا عن قمنا بإعداد بحث عن ملتمسي اللجوء الموجودين في 3 دول التي هي مصر والأردن وماليزيا، وذلك بسبب ضيق المواد البحثية والمصادر التي نستطيع نعتمد عليها. لكن احنا قمنا بهذا البحث بما يسمى بالمصطلح البحثي التجريبي الأولي حتى نستطيع أن نقف عليه ونقوم بعد ذلك ببحوث أكبر. لكن النتائج الأولية تظهر معاناة كبيرة، يعني عندما تكون، وهذا ما أسلفت ذكره بأنه يجب تحسين أيضا أوضاع اللاجئين الموجودة في بلدان العبور، لأنه عندما لا تستطيع الحصول، عندما لا تعترف البلد بورقة المفوضية اللاجئة التي تعطيها لك للهوية، فأنت بذلك يتم حرمانك من الاعتراف بك كإنسان موجود بشكل قانوني لديهم. وبعد ذلك تأتي جميع المشاكل، لا يستطيع الأطفال التسجيل في المدارس، لا يستطيعون العمل، وهناك أيضا عراقيل أيضا الحصول على العمل بشكل عام، لا يستطيعون الحصول على العمل، لا يستطيعون أيضا الحصول على تقديم مثلا في الحصول على رخصة حصول السواقة القيادة، لا يستطيعون القيام بأشياء كثيرة، وهذا ينعكس سلبا على حياتهم، ويصلون إلى مرحلة القيام بأعمال بسيطة، ويظل أولادهم في المنزل من دون تعليم. بعضهم يتوفون بسبب عدم قدرة من أمراض يستطيعون معالجتها بسبب عدم قدرتهم الذهاب للمستشفيات أو وجود خدمات صحية مناسبة. أنت الآن تتحدث على وضع شبيه بوضع الحرب، فما الذي وبعضهم لا يستطيع أصلا الرجوع، لأنه مجرد رجوع هو يكسر حالة اللجوء التي هو موجود فيها، وبعضهم أصلا يكون الرجوع بالنسبة له هو إعلان وفاء آخر، لأنه يكون هارب من وضع سيء، يعني هارب بحياته مثلا في بعض. ولكن هو بالفعل هناك يعني كما أشرت أنت مسألة نزوح داخلي كبيرة في اليمن، يعني هناك أرقام أنت أشرت إلى 2.2 تقريبا، مليونين وفاصل 2 مليون نازلة. يعني هو خيار أيضا كبير باعتبار أن هناك يعني تضييق على مسألة
اللجوء لدول الجوار، هناك نزوح داخلي ومن ثم هناك محاولات ل حتى النزوح الداخلي. نعم. عندما تقرأ عليه تجد مشاكل كبيرة في النزوح الداخلي، أن هناك نزوح ونزوح متكرر أيضا، لا أتذكر النسبة بالضبط، لكن الآن في نسبة أيضا أكبر يكون النزح ويرجعون ينجحون مرة أخرى، يكون ذهبوا للحديدة بسبب المشاكل أو الاشتباكات الموجودة في يحصل نزوح مرة أخرى. الناس تبحث عن هي تكتيكات للنجاة مؤقتة فقط لا غير. اليمني يحاول الحصول على أدنى مقومات الحياة الطبيعية، وعندما يخرج بالطبع هو يريد أن يعيش ويريد أن يحصل على حياة طبيعية، ووجوده يجب أن يكون أيضا طبيعيا يعني ويكون قانونيا. فبالتالي ما نذكره الآن هو أقل مقومات الحياة التي نرى أنه من واجب البلدان دول العبور أن تقدمها. يقدم البعض أيضا هذه التسهيلات، لكن يجب أن يشارك العالم الدولي في التركيز على مساعدة اليمنيين، خصوصا أن بعضهم يأتون من مشاكل حرب، يكون لديهم صدمة نفسية ويريدون ويكونوا في بلد جديد اجتماعي، هذه الأشياء تؤثر على نفسيتهم ونفسية الأطفال ونفسية المجتمع، فيحتاجون إلى تأهيل نفسي أكبر فيما يخصهم. فبالتالي نحن لا نتحدث عن ترفيات، نحن نتحدث عن أبسط مقومات الحياة التي لابد أن يحصل عليها الإنسان الطبيعي في أي مكان. أشكرك جزيل الشكر سيدة كوكب ذيباني رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن على تواجدك معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.